مجنون انت يلا بتحبها. بحب استعمل بطاطا. طيب بيع بطاطا بقى بيع جبنه كله زي بعضه. لا بدي بلع كلها كمان. خلص اشبعت. لسه بيجي البوليس وبحبسوك. كمان شوي بيجيني جنه. عجلت كلها كلها. لا بلع كلها. ايش نعم جوليانو حبيب شو هالنشاط هذا؟ كان انت عملوا رياضة انت وياه ركض؟ فش زي الركض، ركض بوش اب تنزل تعمل واحد اثنين. اسمع الرياضة أحسن شيء بالعالم. أنا بقول لكم فش زي حل الرياضة. اسمعوا الركض أحسن رياضة موجودة بالعالم. فش زي الرياضة فادي في بوليس لحقنا. بوليس؟ بوليس؟ بوليس شو عاملين بوليس؟ شو عاملين؟ اجا بوليس كبيت اكلك؟ طيب جوليان يعني ولا اشي ماكسيموم بدكم تحبسوا لكم سنة. الحبس الزلام جوليان الزلام كل الزلام اي حبس. لا بديش حبس جوليان. الحبس للزلام يا زلمة تخافش. الحبس للزلام بس انا بديش انحبس. طلع انا بقدرش اساعدكم يعني بصراحة، بس بتخيلش رح يعملكم عليها قصة كبيرة. هاي جريمة صغيرة مش قصة كبيرة، يعني ماكسيموم سنة سنتين ماكسيموم ثلاثة. ايه بتقعدوا بالحبس ثلاث سنين وبتطلعوا. طلع سنتين سنتين ثلاثة. رد علي بس فوتوا على الحبس. البيتزا والمارشميلو كله علي كله علي. ولكم صدقتوا من كل عقلكم في بوليس بده يجي يتفضى من كل مشاكل الموجوده بالعالم لجوزي ولاد زيكم عشان زتيتوا شقفه اكل على الارض. هاي كذبه بيقولوها الاهل عشان ايش؟ بتعرفوا عشان ايش بيقولوها الاهل الكذبه؟ هاي الكذبه بيقولوها الاهل عشان يخلوا اولادهم ياكلوا. تصدقوش يا زلمه تصدقوش. بدكم افرجيكم كيف انه بجيش بوليس؟ فرجي. طلع حبيبي ولا تقول لي بوليس ولا مش بوليس. شايف حبة مارشميلو؟ أكلت نصها وشايف نصها الثاني. شايف الحبة؟ طلع عليها طلع علي طلع عليها طلع علي طلع عليها طلعت أمي طلع الحبة عتمي الحبة طلع علي طلع عليها طلع علي طلع عليها طلع علي طلع عليها. شايف هاي تمي حبة والبوليس والبوليس اشوف يا البوليس وين؟ اتخافوش قلت لكم هذا كله حكي فاضي. مش قلت لكم هذا كله حكي فاضي؟ مش قلت لكم اشوف البوليس يجي. وين في بوليس؟ فادي فادي اشوف البوليس يجي. اشوف البوليس فادي اسكت مارشميلو هذا الك مش الي. امسك راحت علينا علقتونا. شو المصيبه هاي؟ مفوت الحبس اسا. انت اسكت يا بابا مش شايفه. طبعا شايفه شايفه وشايفك انت كمان. شايفه انت؟ شايف شايف باد فادي؟ ايش؟ عم البوليس انا قلت لي لسه خليك ساكت. انا قلت لك ليش هربتوا مني بس شفتوني؟ انت بتحس انت؟ الاولاد بيطير الجوع مش لاح على اللقمه وانتم بتزتوا فطيره بسبانخ؟ ليه؟ لانه مش عاجبيتكم. بالكو اخ
حمص لازم يكون حمص. انت اسكت روح على الغابة وارجع روح نام. روح ارجع الغابة ارجع الغابة ارجع الغابة ارجع الغابة روح روح كش من هون. شدت ليه ما تردوش عليا؟ ايش اللي عم بصير هون؟ ايش اللي عم بصير هون؟ ايش هالترباية هاي؟ فيش احترام للي اكبر منكم اللي بيحكي معاكو؟ ايش هاد؟ كمان مرة بسألكو ليش هربتوا مني بس شفتوني؟ اي اكلت خبز تعرف يعني وقعت مني اه بس انا قلت له ارفع قبل ما يجي البوليس بس طلع انا حبيت مارشميلو لوحدي كله زبطيته للعصافير عشان ياكلوا يعني لانه مشتاقات للمارشميلو كانوا ما كنتوش عارفين الموضوع اه ما كنتوش عارفين حلو حلو طيب وقعت من انت اللي وقعت الخبزه اه وقعت منك ولا زبطيتها وقعته اوكي انت اللي ارتكبت الجريمه 10 سنين حبس 10 سنين وانت اللي ساعدته بالجريمه شو سويت انا ما ساعدتوش 5 سنين حبس لا انا ما ساعدتوش انا شو خمسه انت 10 وانت 5 علينا مدرسة وعلينا ابنك كمان يوم الجمعة الجاي مدرسة بكرة عندكم مدرسة يعني؟ اه مدرسة انتو شاطرين بالمدرسة؟ شاطرين شاطرين ولا؟ شاطرين كمان مرة بسألكو انتو شاطرين بالمدرسة؟ شاطرين طيب خلاص خلاص هذا هو؟ اه خلاص اه طبعا شو خلاص هذا هو؟ ان شاء الله فكرت انه انا بدي احبسك ان شاء الله فكر كل بوليس عنده هالقد وقت يعني يمسك كل حدا بزيت خبز لا 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 هاي الماما بتحكي لكم هيك عشان ما تكبوش اكل لانه حرام ولكن اذا فيش بوليس هل يعني انه بينفع نرمي اكل؟ ها؟ ها؟ وطوا صوتكم صوتكم عالي خزقتوا لي راسي هذا هو هو كثير بحكي عليك شو قلت انا كنت اقول انا كنت انا كنت اقول لكم مش كنت اقول لكم مسموع الزاد او مسموع انت انت شو ما بدي بقدر شو ما بدي بصير لما اخلص مدرسي لما اصير كبير بشتغل وبتعلم بدرس وبتقدم شو ما بدي بحلم شو ما بدي بصير شو ما بدي بحلم شو ما بدي بصير شو ما بدي بقدر شو ما بدي بصير لما خلص مدرسي لما صير كبير بغلط وبتهبل ممكن برضو افشل بس اخرتي اوصل شو ما بدي بصير بس اخرتي اوصل شو ما بدي بصير شو ما بدي بقدر شو ما بدي بصير لما خلص مدرسي لما صير كبير اذا بشد حالي بقدر شو ما بيجي عبالي بقدر كاتب او طبيب بقدر شاعر او مهندس بقدر دكتورة او اميرة او سحر شريرة او ممثلة او فنانة او اي اشي تاني شو ما بدي بقدر شو ما بدي بصير لما خلص مدرسي لما صير كبير شو ما بدي بقدر شو ما بدي بصير لما خلص مدرسي لما صير كبير لما خلص مدرسي لما صير كبير ايش هاد؟ انا كم مرة حكيت ما فيش حدا بمرق من هون بدون مارشميلو بدون بسلي بدون كنافة وين الكنافة تبعتي؟ ما حدا بمرق من هون افتح الشنطة طلع الأشياء الزاكي
يلا في كتب، في كتب، بين كتب، بحب الكتب. كتب؟ في الشكل؟ لا لا، أنا تفشت أمكم من هون. بس مفهوم؟ بس لا لا، تقعدش تبسبس لي، اوعك تبسبس لي. طب شو بدنا نعمل اسا؟ فيش حال غير نادي بعدي فادي. يلا بدي بادي بدي فادي اطلع برا. بدي فادي بدي فادي ابي مصدرة صاحبي احبابي كيف حالكم؟ لا شو الوجه هذا؟ مالكم زعلانين؟ عرفت سقطوا بالامتحان، سقطوا بالامتحان. مش قلت لكم كم مره؟ انا قلت لكم بتعرف انا تليفونات مش راح تنفعكم. قلت لكم بدي فادي دي دي مش هيك صار. شو المشكله؟ شو القصه؟ في زلمه مش عم بخلينا نروح الفار وسرق لنا كل اغراضنا واكلنا. شو؟ صح بدي فادي، مره كنت بدي اجي لهون كنت بدي اعطيك مارشميلو وسرق لي اياه. ايش؟ مارشميلو؟ وينو هذا فرجينياتو هذا الفجعان؟ وينو؟ ها؟ 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 جربتوا تحكوا معه؟ ايه جربتوا؟ طيب خلوني افكر شو بدنا نعمل فيه. مش انت اسد؟ طيب روح اضربه. انا هذا انا هذا هو بس لا ما كنتوا كيف بدي اضربه؟ مش انت اسد كبير؟ اسمعوا انا ضد العنف، وانا حسب رايي في حلول تانية قبل العنف. بعرف انه عنيف بس احنا بدنا نشغل عقلنا قبل ما نشغل عضلات. بدي فادي مش انت اسد كبير وقوي و اضرب انت قوي؟ يعني انا بعرف انه انا اسد، انا اسد وبعرف انا قوي، بس انا اسد يعني انا اسد مش عادي، انا اسد مش من هدول اللي بخوف اولاد وهيك. العنف هو مش حل. طب شو نسوي؟ خلوني افكر. لقيت الحل. لازم نلاقي نقطة ضعفه. نقطة ضعف؟ شو يعني نقطة ضعف؟ عن جد شو نقطة ضعف؟ نقطة ضعفه هو يعني النقطة الحساسة تبعته. اه كيف انت والمارشميلو صار؟ لا 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 ساندرا انا فيش عندي نقطة ضعف. صح بحب المارشميلو والمارشميلو بحبني كمان. أوه. بس انا فيش عندي. اسمعي هسه مش انا المشكلة، تعالوا نحل مشكلة هذا الفجعان الضعيف. شو بدنا نعمل؟ عن جد شو بدنا نعمل هسه؟ بدنا نلاقي نقطة ضعفه كيف حكينا. كيف؟ 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 عن جد؟ سؤال كثير منيح ساندرا. بدك تعطيني بس شوي افكر. تلاقوا نقطة ضعفه. كيف؟ كيف؟ أنا بقول لك كيف. شوف. مش أهون مني. بتطلعوا بتسألوه. شو؟ آه بتطلعوا عنده وبتسألوه شو نقطة ضعفه؟ آه. سؤال. آه. طيب ايه حبيبتي لا لا انت احسن. لا انت انت كثير احسن. لا لا انت احسن. لا انت لا لا انت احسن. لا انت 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 هلا الحل الاحسن كمان بتطلعوا انتوا اثنين عنده لفوق وبتسالوه عن ضعفه وانا بسالك هون. يلا حبيبي يلا حبيبي يلا ساندرا والقوايا بدنا نلاقي نقطة ضعفه. بس انا سهل انا لا انت اسالي. لا انت لا انت سدي لا انت سدي انت سدي لا انت سدي لا احسن انت سدي
مرحبا عمار. مراحل. بدنا نسألك في أكل؟ لا فيش أكل. ها نسألك سؤال. شو هذا السؤال؟ يعني السؤال يلا شنو؟ إيش سؤال؟ شو نقطة ضعفك؟ سؤال شو؟ نقطة ضعفك. نقطة ضعفي؟ تعال برجيك شو نقطة ضعفك. تعال برجيك شو نقطة ضعفك. شكله خطير. هم بدي فادي اضربه. بتقدرش تضربه؟ بقدر اضربه بس مش لازم. ليه؟ انا عشان نعرف شو نقطة ضعفه. هذا ابن آدم الفجعان الضعيف لازم نعمل إشي تاني. شو؟ لازم نعمل شو ما عملنا مع العصفوراني. زائد بجيب أكل البسس وبطعم كل بسس الحرب. بجيب أكل على البسس. زائد بتعصبه من العالم اللي بناده على البسس. بس 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 من تساوي بني آدم بيحب البسس. تساوي بيكو. عندي حل مياتو. لا استنى حبيبي. طب انا بجيب لها. عمو انت شو اسمك؟ انا ابو البساس. كنت بتحب البساس اكثر من البني ادمين. انا واحنا صغار لما كنا نحضر توم وجيري الكل كان يحب جيري. انا كنت احب توم. عشان نضحك وعشان ما بس. انا بصراحة هاي نقطة ضعفة لما اشوف عالم تسلح. والمرشميلو كمان.